موضوع مهم، احمد فهمي شيكابالا. طبعا سمعنا، مصر كلها سمعت عن موضوع احمد فهمي وموضوع غناء شيكابالا، فرح شريف منير حسن واللي حصل والخلاف، وطلع جمهور الاهلي من هنا وطلع جمهور الزمالك من هنا، وقصه وموضوع الحقيقه كبير. انا طبعا الناس اما بتكلم في اي موضوع سخن الناس ما بتتبسطش، انا عارف، هيجي على السوشيال ميديا يا عم سيف طالما اتكلمت فيها هتهديها، فما هتقول لي ده كويس وده راجل جميل. طيب اولعها تستريحوا يعني، ده هيكون افضل، ولا اقول لكم الحقيقه؟ والله العظيم، والله العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، دايما بقول لكم الحقيقه بس ما بتعجبكوش، انتوا عايزين السخن والفرن. يعني في ناس، مش كل الناس طبعا، يعني بعض الناس ودايما عايزين حاجات ولع. مش سياستنا ان احنا يعني نولع شيء، ولا سياستنا ان احنا ننقل شيء زياده عن الوضع الطبيعي. اللي بحكوا لكم هو اللي حصل، كون ان الموضوع بيبقى بسيط فبقول لكم ان هو بسيط، ده الوضع بقى الحالي، ده الموقف. الموقف ده ملوش دعوه لا بجمهور الاهلي ولا بجمهور الزمالك. كل احترامي، كل احترامي لسيف زاهر واحمد فهمي وشيكابالا، في الاخر هما اشخاص، اشخاص نختلف مع بعض، نتفق، نتخانق. جمهور الاهلي ده حاجه كبيره قوي، جمهور الزمالك ده حاجه كبيره قوي، مش كل موقف يطلع فيه واحد ولا اتنين انهم مطلعين جمهور كده. فارجو ان الجمهور جانبا ملوش علاقه بالموضوع، خلاف اتنين صحاب، يعني خلاف اتنين صحاب، اتنين صحاب اختلفوا مع بعض في موضوع، اتخانقوا بغض النظر عن اسبابه بقى، يعني اسبابه اللي قالها احمد فهمي شيكابالا، كان في قصه ما بينهم، عايز يروح الاهلي يكلمه هو بره، شيكابالا جه في وقت من الاوقات كان محبط مش عايز يرجع الزمالك، عايز يروح الاهلي. دي مساله شخصيه يقررها شيكابالا كيفما يشاء. وعجبني جدا احمد فهمي في جرأته وهو بيقول انا اما حكيت غلطت، او اما كتبت على السوشيال ميديا الموقف غلطت، لان ده موقف بيني وبينه، فانا ده كان غلط، ولكن ده موضوع بينهم، موقف بينهم. شيكابالا يرد فيه زي ما هو عايز، كل بني ادم ليه وجهه نظر، وارجوكوا ارجوكوا محدش يقول لي الفتره دي، يعني احنا ما بقيناش عارفين حاجه قوي، ما بقيناش عارفين ظروف كل بني ادم، ما حدش يقول لي ده ما يروحش الاهلي وده ما يروحش الزمالك، كل حاجه وارده. ادي شفنا الجيم مؤخرا فيه ايه، كل حاجه وارده، احنا مش عارفين ظروف اي بني ادم، عشان برضه ما جيش على حد، احنا مش عارفين ظروف اي بني ادم، كل واحد وليه ظروف.